ازيك شباب، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح في الشارع. النهارده هنتكلم عن عربيه جديده، عربيه لسه بقالها في السوق المصري تقريبا 5 6 شهور، تقريبا من قبل ما الازمه العالميه تبدا بثلاث شهور كده ابتدت ان هي تنزل في السوق المصري، وللاسف ما خدتش حقها عشان خاطر الدولار وعشان خاطر وقف الاستيراد وكل الكلام ده. فاحنا معانا عربيه من شركه كبيره، شركه اسمها دونبينج. دونبينج للناس اللي شغاله في اي عربيات بتاعت محركات ديزل هتلاقي ان دونبينج ده اكيد عدى عليه، خاصه ان دونبينج هي من اكبر الشركات الصينيه اللي بتعمل شاسيهات او بتعمل محركات. العربيه اللي معانا النهارده هي دونبينج ايليوس اي 30، مش عارف بنطق اسمها صح ولا لا، ولكن هي دي العربيه. خلينا نقسم الريفيو الى اجزاء زي ما عودناكم دايما، ونبدا باول حاجه الا وهي التصميم الخارجي. السائق بالنسبه للباب بتاع السائق فهو بيكون بصمه زي ما انتم شايفين، كيلس انتري طبعا، ستارت ستوب انجن. الخامات بتاعتها قدام حلوه جدا، كل ده سوفت تاتش. البيانو بلاك ده بيستهويني جدا، معجب بيه جدا. الخامه بتاعت المقبض حلوه، الكروم ده لطيف، نعمل انلوك وعندي انلوك هنا، انا مش عارف ليه دبل انلوك ودبل لوك يعني. وبالنسبه للشبابيك فالشبابيك كهرباء زي ما انتم شايفين، وطبعا في اللوك بتاع الاطفال اللي ورا. طبعا المساحات كويسه مش وحشه خالص، بلاستيك سوفت تاتش سوفت تاتش سوفت تاتش، يعني انا حاسس ان الباب بيجي ويروح معايا مش عارف ليه كده. الخامات التقفيل بتاعها مش افضل حاجه، ما اعرفش ايه التاريخ ده مقصوصه من عندنا ولا ايه. وهنا برضو نفس الكلام. الكرسي بقى، الكرسي فعلا من افضل الحاجات، انا بقول لكم كتصميم من افضل الحاجات، كفينيشنج مش افضل حاجه للاسف. بصوا الحزام الاحمر الجميل ده، ايليوس هنا خياطه حلوه جدا، الكرسي كله مكرم عشان ما يعرقكش. الحزام الاحمر طبعا تاني حلو جدا. الكراسي الكهرباء بالكامل زي ما انتم شايفين، عندي مستوى حركات كتيره جدا حلوه، مش تحتاج اكتر من كده، تكون مريحه. دوسات البنزين والفرامل، الفرامل كويسه، البنزين صغيره حاسس ان هي بتزحلق، فعلا جربتها كده حسيت ان هي بتزحلق مش عارف ليه. بنزين والعربيه من قدام، وفتحه الشنطه، تعالوا نشوف فتحه الشنطه ونشوفها من قدام بتكون عامله ازاي. الماتور الاي تيكو التربو، وده القلب المحرك للعربيه دي، 6 سرعات عاديه خالص، الزيت فرامل دوت فور اكيد، وال 1500 المعتاد من الشركات الصينيه العاديه خالص التربو اللي ما فيهوش اي مشاكل، يعني عربيه اعتياديه خالص. دوست على زرار بتاع الشنطه، دوسه مطوله تثبت طبعا ورا، مساحتها كويسه 450 متر 450 متر مكعب، ولكن حافه التحميل اولا كبيره، وفتحه التحميل برده صغيره جدا، انا مش عارف ليه كده، كل حاجه هتكون بالجنب. العربيه هي من جوه، مساحه كبيره جدا. ومن الحاجات الغريبه جدا اللي انا شفتها هنا ان الكنبه مش تلتين وتلت، انا مش عارف ليه، في اضاءه ليد اهي فوق، في اضاءه عاديه هنا، مفيش حتى ثبتات، مفيش اي حاجه مثبته من يمين، مفيش اي حاجه مثبته من الشمال، انا مش عارف ليه مسترخصين قوي كده. الكوريك العادي لا، كان محتاجه شويه صرف كده عليها من ورا، خاصه ان هي مش رخيصه خالص، هي ب 433000 جنيه ولو لقيتوها يعني. واخيرا دخلت مقصوره القياده، الدركسيون بتاعها شكله لطيف جدا، الخامات برضو حاسه ان هي حلوه، مش جلد بلاستيك، ولكن من تحت كده في بيانو بلاك حلو جدا، واللوجو بتاع ايليس اللي هو دونبينج او موديل عربيات من دونبينج حلوه جدا. انا حاسس ان الزماره ضعيفه قوي شويه يعني، عايز الصوت اعتقد كويس، انا مش قادر طبعا لو هقفل الباب. بصوا الصوت عارف مش احسن حاجه يعني، انا حسيت ان هو في عربيات كانت بتعزل الصوت اكتر من كده، ولا انتوا ايه رايكم؟ الشاشه طبعا اللي قدام ديجيتال بالكامل، الاناره اهي، الاضاءه انتهت بسهوله زي بقيه العربيات، ما فيهاش يعني فكره جديده. فتح الشنطه من هنا زي ما قلت لكم، تعليه وتوطيط الاضاءه موجوده من هنا، فالتكييفات شكلها حلو. خاماتها مش افضل حاجه الصراحه، مش حاسسها افضل حاجه، مستغرب جدا من الفتحات اللي موجوده هنا في كل حته كده،
وهنا مش عارف فايدتها ايه. في مساحه تخزين هنا درج سري بس هو مش سري، مش عارف في هنا درج سري ولا لا، بس اعتقد لا مفيش درج سري. هنا طبعا المساحات العاديه خالص ما فيهاش اي فكر يعني، ما فيهاش شيفت بدلز، حاجات بسيطه خالص اللي موجوده، ولكن الدركسيون يقدر ان هو ينزل ويطلع ويطلع، لا ينزل ويطلع بس، ما فيهوش ان هو يطلع ويخش. قفلنا اللوك تاني. بالنسبه للشاشه الوسطيه اللي هنا دي، فهي الشاشه تعتبر كويس يعني، الاضاءه بتاعتها كويسه تقريبا، اعتقد زي الهافال بالظبط يعني، انفوتين من سيستم ده حاسه مش غريب عليا يعني. شاشه اعتياديه خالص يعني ما فيهاش جديد، فيها طبعا اندرويد اوتو ابل كار بلاي عاديه خالص. الشاشه دي 10 انش، ما انا بقول لكم يعني زي الشاشه الثانيه، التكييف مش راضي يشتغل وانا بموت. الصوت بتاعها كويس، السماعات ورا كل حاجه تشتغل، التوطيه والتعليق من هنا، المالتي ميديا كنترول من هنا. اعتقد ناقصها شويه حاجات يعني، ولكن مش اوحش حاجه. السلاسه بتاعتها حلوه، الانيميشن بتاعها كويس يعني، ما فيهاش مشاكل كتير يعني. حاسس ان هي في حاجات طبعا مش شغاله عشان مش مشغل العربيه، فتحات التكييف هنا مش افضل حاجه زي ما قلت لكم كده. انا مشغل الانتظار حلو جدا. هنا التراكشن كنترول من هنا، وعندي ثلاثه مود، السنو والسبورت والايكو، وهنا الشاشه تقدر انت تقفلها وتطفيها، دوسه زرار حلوه جدا، الغي الصوت. تعالوا نشوف من هنا، ده بيكون الكنترول بتاع التكييف. انا مش عارف باين الحلاوه بتاعته ولا لا، بس هي شاشه اكنها تاتش، ولكن هي مش شاشه، هي بتظهر بس حاجات صغيره كده. وهنا بالنسبه لي فتحه التخزين اللي هنا، طبعا بيكون في 12 فولت وفتحه يو اس بي ومساحات تخزين. مفيش هنا شاحن لاسلكي للاسف. ستارت ستوب انجن، الفتيس العادي خالص، بي وار والان والدي والستبترونيك وفرامل كهرباء. برضو البيانو بلاك حلو جدا، انا مبسوط بالخامات، مبسوط بشكل الخامات. هنا مساحه تخزين ثانيه، هنا مساحه تخزين ثالثه، والكرسي اللي جنبنا عادي خالص برضو ما فيهوش اي جديد. تعالوا نشوف مساحه التخزين اللي هنا، تعتبر كويسه مش وحشه، لا مساحه كبيره، انا يعني ما تخيلتش كده، ولكن كويسه خالص. تعالوا نقفل الشاشه. بالنسبه لفتح السقف، هي فتح السقف عاديه خالص مش بانوراما للاسف، الجي 7 اللي هي الجاك فتح السقف بانوراما، فدي كانت ناقصاها الصراحه. وتعالوا نشوفها من ورا هتكون عامله ازاي. فتحه الدخول بتاعت الكرسي اللي ورا كويسه، بتاعت الكنبه اللي ورا كويسه، دي زي ما قلت لكم لو كانت في مي كانت هتكون افضل شويه. الاحمر في الاسود ده حلو جدا. هنا عندي مساحه تخزين، هنا عندي التكييف، كويس ان في فتحه تكييف، ولكن الخامات لا يعني سيئه جدا بجد. هنا فتحه شاحن حلو كويس، سماعات، مقابض لليد مش موجوده في عربيات كتير يعني، الحمد لله ان هم سابوها. للاسف الكنبه هنا ما بتتقسمش فما بتتفردش، هي حاجه غريبه. برده هنا في مساحه تخزين كده ورا حلوه، حاسس ان الجي 7 هتكون اوسع شويه، ولكن المساحات تعتبر كويسه جدا. هنا هينقصها بعض التاتش زي ما قلت لكم، وهتكون لكجري سبورتي ولكجري مع بعض. اول ما بنفتح البروشور بنلاقي الصوره بتاعت الاليوس اي 30 بلون جدا هو الجولد، وفي نفس الوقت السقف بتاعها بيانو بلاك تحفه، التو تونز اللي فيها جميل جدا بالاضافه للجنط الرهيب اللي احنا شفناه مع بعض. هننزل تحت شويه تلاقوا السورتون التانيين من ورا ومن جوه في الانتيريور. طبعا الانتيريور انا مش هقول لكم على الفخامه بتاعت التصميم، بتاعت ايه التصميم من بره ومن جوه اكيد. تعالوا ننزل على السبيكس بتاعتها الاساسيه، هي فئه واحده بتنزل ب 433000 جنيه حتى نزول هذا الفيديو او حتى تصوير بقى هذا الفيديو. زي ما شايفين كده، دي الدايمنشن الاساسيه بتاعت العربيه. مساحه الشنطه 450 لتر او 450 متر مكعب، الوزن صافي طن وربع تقريبا، والسرعه قصوى اب تو 190 كيلومتر في الساعه، كويسه برضه. معدل استهلاك الوقود اكيد هيكون كويس 6.4، واعتقد هيكون اقل من كده عشان هي وزنها قليل، ده على طرق السفر يعني، لو على سرعتك 80 او 70 او حتى 90 100. مساحه خزان الوقود 50 لتر، اضربوها بقى انتوا في الاسعار الجديده. الانجن بتاعها 1.5 لتر او 1500 سي سي، بيولد 150 هورس باور عند 5500 لفه في الدقيقه، والماكسيمم تورك بتاعي 230 نيوتن متر عند رينج معين 1800 لحد 4000 ار بي ام، دي حاجه كويسه جدا. بالنسبه لناقل الحركه فهو دول كلتش ويت، ست سرعات، بيديك طبعا بيرفورمانس كويس، ولكن الويت بيطمنك شويه من جوه. السسبنشن الامامي بيكون ماكفيرسون، والورا بيكون تورشن بيم. اما التاير زي ما وريتكم، هي عرض بتاعها 205 في 50 ار 17. بالنسبه للاكستيرير طبعا كل الاضاءات ليد بالكامل، سواء امامي
خلفي كل الكلام ده. وفي كمان كيلس انتري، في كمان وان تاتش ستارت سيستم او ستارت ستوب انجن، وعندي كذا نوع من انواع التايب اوف القياده، ايكو وسبورت وسنو. شكرا يا سيدي. مراية تعمل كهربائيا ولكن ما فيهاش فولدينج، يعني ما بتخشش لجوه ولكن في تسخين، حاجه كويسه جدا. كمان 540، انا دي اول مره اشوفها صراحة. مش هو ماكسيمم 360 ولا انتوا يعني بتلفوا لفتين يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم صراحة. اللي عارف كاميرا 540 دي يكتب لي تحت في الكومنتات. فتحة السقف موجود، مقاعد جلد موجودة، مقاعد سائق كهربائية موجودة زي ما وريتكوا، في تكييف، في شاشة 10 بوصة، بلوتوث يو اس بي وابل كار بلاي واندرويد اوتو، وكل انظمة الامان موجودة. الايرباجز عندي 4 بس، قليلين نسبيا. مقاعد ايزوفيكس للاطفال ورا، و اي بي اس واي بي دي وتراكشن كنترول وكل حاجة، وهيل بريك اسيست وكل حاجة اللي انت محتاجها. فلذيذ جدا. وبكده نكون خلصنا الريفيو. انا حبيت ان احط الحزام الاحمر اللي هنا ده، حاسس ان هو روش وحاسس ان هو جامد. اللي ورا كله طبعا كله احمر. العربيه كوجه عام هي كويسه، هي كويسه ولكن مش افضل حاجه طبعا، نتيجه ان هي من صنع صيني، ولكن صنع صيني جديد على مصر، فالتوكيل بتاعها مش هيكون عنده قطع الغيار طبعا اللازمه، كل الكلام ده. ولكن انت كتصميم، هو تصميم رياضي بحت، تصميم رياضي جامد جدا جدا جدا. 1500 سي سي تربو الاعتيادي خالص، ما فيهوش لعب كتير، ما فيهوش مشاكل كتير. ما اقدرش اقول ان هي اعتماديه ولا لا، ولكن اقدر اقول لك بكل جداره ان التصميم بتاعها ممتاز جدا جدا جدا. الماتيريال والفينش مش افضل حاجه للاسف، ولكن كاداء برده فهو متوسط زي بقيه العربيات ال 1500 التربو العاديه خالص البيزك. عجبني التصميم، عجبني التصميم جدا كانترنال واكسترنال. فتحه السقف طبعا لو كانت بانوراما كانت هتبقى افضل كتير، فتحه سقف عاديه طبعا يعني انا حران فمش قادر اصلا افتحها. فكمجمل زي ما قلت لكم وجهه نظري، وجهه نظري تعتبر بايسه جدا طبعا عشان انا لاقيها، ولكن لا هي كانت محتاجه شويه حاجات كمان، خصوصا ان سعرها مش قليل خالص، 433,000 جنيه، تقريبا نص مليون جنيه، وده لو لقيتوها زي ما قلت. بس كده اشوفكم ان شاء الله الريفيو الجاي، مع السلامه.